بتعادوا كلكم، كلكم بتعادوا، الجمهور بتعادوا، كمان عم بيوتكم بتعادوا. شكرا على عم تتواصلوا معنا على تويتر على هاشتاج منا وجود، عم نقرا كل التويتس تبعولتكم. رجعنا من بعد الاعلان، وهلا صار وقت نستقبل ضيفنا الاول النائب سامر سعدي. اهلا وسهلا فيك، تفضل. اهلا وسهلا فيك سعاده النايب. الله يحفظك. ماشي الحال؟ ماشي الحال، كتر خيرك. نيبس نمبر 4؟ انت بالحزب نمبر 1 2 3 4 نمبر 4؟ مين اول ثلاثه؟ بيت زميل دغري انت من بعدهم؟ ايه. ماشي الحال. مصومين انتوا هلا؟ سؤال، ليش بيقولوا سعادة نايب مبسوط بيقبض مصاري يعني؟ هلا مبسوط؟ لا 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 بدها وحدة. سعادة النايب هلا مبسوط؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال، كتر خيرك. بأجواء الانتخابات، بأجواء الحكومة، بأجواء تنشوف، ما حدا بيعرف شو بده يصير يعني، للأسف بلبنان كل شيء عم بتخربط يعني. نعم. انت اقدم نايب بالمجلس مزبوط؟ انا؟ ايه. هيك بخبروا عنك، هيك طالع عليك. ما بعرف نسيت، نسيت غنى ولا نسيت فقر. ما تنسى حويله بيت الخازن. للميلتين دول اللي بعرفها من عمر قديش. من انت من انت من انت من انت بتعرفها لدول؟ انا بشوف سامر برجع 30 سنه لورا، بعرف سامر. قد ايه كان عمره؟ قد ايه كان عمرك سامر؟ 10 10؟ يعني بدك تعيط لطون ضل الليل؟ كنا لو قعدت هونيك بعيط لطون، من هون صعب. هي قالت لك يا عمرك 5، ما بعرف عم بكبر حاله مين عم بصغر حاله. كان هو وميرا صغار يعني، كنت اطلع اعمل اوقات ريبورتاج انترفيو مع الله يرحمه دكتور جورج السعادة، بقى يركضوا سامر وميرا تيشوفوني انه ضلي بتطلع على التلفزيون. غسان بعرفه عمره 14 اصلا، بس هو مش ذاكر. وين؟ كمان كنا بفرنسا ب 88، خبريه حلوه، فقاعدين ناطرين المترو، فيقطعوا هالمترويات كل الفاجونات مليانين ما عدا اول وحده فاضيه، طلع انه ليش مبهيل هالفرنساوي ليه ما بيطلع باول وحده؟ عفاك عفاك ذكرتي فيه. فننطر هي بالاخر نطلع باول وحده، طلعنا باول وحده، شو انه مش المترو، كان معنا بيي الله يرحمه، حطوا هونيك بريمير كلاس، بريمير كلاس فيها ضبط يعني، بتوجع الخبريه. فبيي بيقول لي اذا اجى الكنترولور مول حالك ما بتعرف تحكي فرنسي، بس تحكي عربي. فغسان كان عامل مثلنا بالمترو، حاطط الجيتار برا هيك، قال له مرحبا معالي الوزير. غسان بالمترو حاطط الجيتار وشابو مصاري. شابو. قد ايه كان طلع مصاري بايامها؟ يعني كان طلع لك 600 700 فرنك بقى. حلوين. كان سعادة غسان كان وقتها. كان سعادة غسان. مظبوط. سعادة النايب فجأت انا مره وقت التقيت فيهم، عن جد التقيت، فجأت انه كيف والدك وانت ماشي والدك بدون حدا، وقت قلت له شو حلو العيشه هيك بفرنسا، ما معك بادي جارد، ما معك حدا، كان عن جد كان يباسي انا بيرسو. هلا معك حدا اجى معك على الاستوديو؟ اختي حي تحت. وين هي؟ تحت بالبلجيك. وحدا ثاني كمان؟ حدا ثالث؟ لا بس مين؟ اكيد؟ اسم الله وينه؟ ما بعرف. بده يضل هون؟ لا اذا بضل هون بيوترنا. شو اسمه؟ بترك اديب موتر الكل هلا. اديب بس لو كانت الكاميرا عليه، اديب سمع اسمه صار يقول له شو مو زقفه زقفه زقفه. ايه لانه ساعة النايب كم اجتماع تعمل بالنهار؟ مش معي. كم اجتماع بتعمل بالنهار؟ كل يوم تقريبا. كم اجتماع؟ على بكره وعشيه. كثير ها؟ كم اجتماع وهمي بتعمل بالنهار؟ وهمي؟ نعم. ايه بالكافيات، انا كثير شوفك بالكافيات. يعني مين ما بدي اقول لك بتقول له عندي اجتماع ولا عن جد بيكون عندك هذا الاجتماعات؟ بكون عندي اجتماع. شغل؟ ايه شغل، سياسه. سياسه كله؟ ايه. كم اجتماع عاطفي بتعمل بالنهار؟ ولا واحد. ليه؟ لا بس لانه في هيدا مهشلون. الاديب تبعي مهشلون. مهشلون؟ طيب كم اجتماع عاطفي بتعمل بالليل؟ بالليل؟ نعم. ولا اجتماع. انه بيقطع كم واحد ماشي. انت اليوم بعد تحت نصيبك؟ لا. ليش؟
شو تحت نصيبك يعني؟ مش البالكون هيدا بيوقف تحته تحت نصيبك يعني؟ لا هيداك تحت. لا بعدنا عم نفتش على عروس؟ بعدنا عم نفتش. ما لقيتها؟ بعد. طيب قد ايه صار عمرك سامي؟ 40. 40 ما لقيتها؟ وخبرني شو مواصفات العروس؟ كيف بتحبها؟ بتشبه اليسا؟ بتشبه مريم كلينك؟ لا انا بقرا شغل موديل. لا ما لقيتها بقول لهم هيك بتقول لي انا لا. كم وحده قالت لك انا؟ أول شيء قالت أنا لا ورجعت الكرسي مترين لورا. لا في شغلتين ما بتضبط وفلت من المطعم. عادة بتصير معك هيدي ديجا فيو. طيب خبرني كيف بتحبها للعروس؟ تشبه إليسا هيفا يلا الستيل سكسي ما بتشبهني؟ بتشبهك بدك تقطع الحديث يلا كادر. لا انا شيء ما في اول شيء لانه في فرق كثير بالطول. نعم اي كانت يمكن تصير سيده اولى. لا اسمع يا رولا يمكن كثير برجع هم ارتاح مع طوله ما عنده مشكله تصير سيده اولى. لا خلص ما بتشبهك. انا قلبي بغير محل. خلينا اولى. اوكي مريم كينج بتحب تكون بتشبه مريم كينج؟ الكاميرا عني لنزل الدم كثير حساس؟ اي حساس. ساعتين ايه بمريم كينج بتحب تشبه مريم كينج؟ مريم ما عندي مشكله بالشكل يعني، المهم ات كليكس او ات دازنت كليك يعني هيك.